اليوم محاضرتنا الأخيرة قبل امتحان الطب النفسي. الامتحان حسب ما فهمت يوم الاثنين، يوم الاثنين يمكن راح يصدر في 2/7. تويت إمتى الامتحان؟ 2/7 إلى ساعة ولا 3/7؟ 3/7 يمكن، 3/7 شهر الساعة. إذا حابين حدا تتابع بجاوبنا تنتهي ساعة على رمضان؟ أيوة، تنتين إلا تنتين إلا ربع يوم الاثنين. يوم الاثنين مو هيك؟ 3/7. ايه يوم الاثنين 3. طيب طيب، ما بعرف أنا إذا راح أكون أونلاين معكم. بحاول أكون أونلاين معكم عشان إذا في أي أسئلة بالنسبة للامتحان. اليوم محاضرتنا، ممكن نحكي بآخر المحاضرة شوي عن إذا عندكم أي استفسار بالنسبة لموضوع الأسئلة أو طبيعة الأسئلة. ممكن نحكي شوي بنهاية المحاضرة. اليوم محاضرتنا راح نحكي عن آخر محاضرة لنا مقررة، هي الوسواس القهري. المحاضرة هي ما هي صعبة ولا هي سهلة بنفس الوقت. ممكن نحكي عن الوسواس القهري. الوسواس القهري من اسمه، كان سابقا طبعا الوسواس القهري هو يدخل كتصنيف، يدخل ضمن اضطرابات القلق أو الـ Anxiety Disorder، لكن حاليا بالتصنيف الأخير الـ DSM-5 صار عنقود لحاله وصار اسمه الوسواس القهري والاضطرابات المرتبطة به. الوسواس القهري هو مرض شائع ومرض منتشر، يقدر نسبة انتشاره بحوالي 2.5% من السكان. الملخص الوسواس القهري هي كأني نحن عم نقول شغلتين، وإنها شغلتين مرتبطات مع بعضهم. يعني ما بنلاقي وسواس بدون كومبالسيف، يعني ما بنلاقي وسواس بدون قهر، ولا بنلاقي قهر بدون وسواس. هدول الاثنين مرتبطين في بعضهم، ومن هون اجت التسمية الوسواس القهري. فما بنلاقي كل شغلة لحال. طيب شو الوسواس وشو القهري؟ الوسواس هو عبارة عن أفكار، هي موضوع الأفكار. طبعا اللي تعرفوه عن الوسواس شغلة مهمة جدا، اللي الوسواس القهري شو ما كان محتواه هو غير إرادي، وهذا أمر مهم. يعني هذا موضوع أمر مهم، اللي الوسواس هو غير إرادي. لأني ليش هذا الأمر مهم؟ لأني الوسواس بس ده بس اسمعوني كويس مهم. ولا بسمعوني كويس؟ احكي طيب تمام. مثل ما حكينا الوسواس القهري، الوسواس هو عبارة عن فكرة، وهالفكرة هي لا إرادية. أهم شيء إن من الوسواس القهري هو إني لا إرادي، هذا شيء أساسي إني لا إرادي. ليش أن هذا الأمر مهم؟ لأني الوسواس بيجي بسأل المريض: دكتور أنا مسؤول عن هاي الأفكار اللي بتجيني، وخصوصي لما تكون الأفكار متعلقة بالناحية الدينية. يعني ممكن يجي شخص أفكار فيما يخص مثلا في جنة في نار، في ذات إلهية ولا لا، عجب في حساب، عجب ليش رب العالمين خلق الدنيا ب6 أيام، ما خلقكم فيكون،
أمره بين الكاف والنون. فبقول معناته أنا ما دام هاي الأفكار عم تجيني فمعناته أنا طلعت من الملة وأنا نهايتي إلى النار. فأمر مهم إني أو ممكن يكون يجي أفكار موضوع جنسية فيما يخص المحارم أو الأبناء أو إلى آخره. بقول معناته إن هي إني أنا هذا تفكيري معناته أنا شخص سيء، أنا شخص ما بسوى، أنا إلى آخره. فلازم تعرفوا أن الوسواس القهري هو مرض وليس على المريض حرج، وهذا المرض غير إرادي، مو عكيفه للمريض، يعني مو عكيفه للمريض تجاه الأفكار أو تصرف هاي التصرفات أو فكر هاي الأفكار، وهي نقطة كثير مهمة. مثل ما قلنا الوسواس القهري هو الوسواس أنه هو عبارة عن فكرة تسلط على المريض، غير طبعا هاي الفكرة بتكون إقحامية، يعني شو إقحامية؟ بتجي لذهن المريض غصب عنه بشكل غير إرادي. يتبعها أفعال هي القهر أو الأفعال اللي أو السلوك أو الطقوس اللي بقوم فيها المريض لإيش؟ ليخفف التوتر أو القلق أو الشدة الناجمة على هاي الأفكار. فهذا أمر مثل ما قلنا هو عبارة ليش قلنا هذا الارتباط وهذا الارتباط وثيق؟ قلنا هذا الارتباط وثيق لأني مثل ما حكينا لأن الأمر اللي الفكرة ينجم عليها أو مجموعة من الأفكار ينجم عليها توتر أو قلق حتى يخفف المريض هذا التوتر والقلق فيقوم بالفعل أو بالقهر أو بالطقس أو بالسلوك. تمام؟ فما في معناته وسواس لحاله، ما في قهر لحاله، هدول اثنينتون ملزوقين في بعض أو مرتبطين في بعض، لذلك مثل ما أنا سمي بالوسواس القهري أو الأوبسيسيف كومبالسيف ديسوردر أو اختصارا ما يسمى بالأوسيدي. ممكن يجيكم اللي كل ما يلي مثلا صحيح فيما يتعلق بالأوسيدي. الأوسيدي إذا أنت ما تعرف شو هذا الاختصار، شو ممكن مثل ما أنا ما تعرف شو أنت على إيش عم نحكي، فممكن يجيك أن الأوسيدي هو اختصار للوسواس القهري. فهذا المعلومة لازم تضل في بالكم، لأن ممكن يجي اختصار ما رح نكتب لكم Obsessive Compulsive Disorder، اللي مثل ما قلنا ممكن سؤال كل ما يلي مثلا صحيح أو اختار الإجابة الصحيحة أو اختار الإجابة الخاطئة فيما يتعلق بالOCD. تمام؟ لازم تعرف أن هذا الاختصار هو اختصار لـ Obsessive Compulsive Disorder أو الكابيتال لتر بالهي الجملة. هذا الوسواس القهري. طيب شو علامات تشخيص الوسواس القهري؟ وهذا أمر مهم وممكن كتير يختلط تشخيص الوسواس القهري يختلط مع الأمراض الذهانية. ففي معايير لتشخيص الوسواس القهري ولازم تتحقق هاي المعايير حتى اعتبروا اللي هذا موضوع وسواس. شو معايير التشخيص حسب DSM؟ حسب DSM-5. تمام؟ شو معايير تشخيص الوسواس القهري؟ قلنا هي وجود الأعراض أو الأفعال أو الوساوس أو الأفعال القهرية. تمام؟ أهم شيء اللي هو المريض يدرك اللي هي الأفكار أو هي الأفعال هي مبالغ فيها، يعني أو اهتمامه مبالغ فيها أو هي بالأصل سخيفة، بس هو بقول لك المريض أو المريضة أنا بعرفها سخيفة، أنا بعرفها تافهة، أنا ما بعرفها، ما بدي كل هاد، ما بدي أكرر لازم الفعل كل هاد، بس أنا مجبر أو أنا مجبر أساوي هذا الشيء. تمام؟ فهو لازم يدرك اللي هذا الأفعال أو الوساوس هي مفرطة وغير معقولة، وهي طبعا هذا الأمر بساوي له خلل أو تأذي في الوظيفة الاجتماعية والمهنية أو حتى موضوع الأكاديمية في التحصيل الدراسي،
ولازم تستمر حوالي ساعة باليوم ولمدة شهر. طيب شو معنات هذا الكلام وليش عم نركز على هذا الكلام بالنسبة للتشخيص؟ لأنه بدخل بالتشخيص التفريقي للزهان أو الأعراض الزهانية. يعني الأعراض الزهانية الشخص لما يكون عنده توهمات، هذا الشخص توهمات أنه غير قابل للتصحيح، غير قابل للمناقشة. هو بدرك أن هذا الشيء اللي هو عم يتوهمه، طبعا المريض الزهاني، اللي 100% صح. بينما هون المريض اللي عنده وسواس بقول لك لا، أنا بعرف هذا الشيء مو صحيح، أو هذا الشيء سخيف، أو هذا الشيء مفرط، بس أنا مجبر أساوي. يعني مريض الوسواس اللي بروح بعد ما يطلع من دورة المياه أو بالتواليت وبروح لازم يغسل إيديه مثلا 100 مرة، هو بيعرف إن هي شو هي 100 مرة؟ يعني بيعرف إن هذا الشيء اللي عم ساويه شيء مبالغ فيه، شيء مفرط، شيء سخيف، شيء مو معقول. يعني الناس بالحوال العادي بغسلوا إيديهم مرة مرتين وخلاص، بينما هو بيعرف إن اللي هذا الشيء تغسيله لإيديه 100 مرة هو شيء مفرط أو هو شيء سخيف أو هو شيء مبالغ فيه. بس بقول لك أنا مجبر أساوي هيك، ما إذا ما غسلت 100 مرة ما ب... ما 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 برتاح، أو ما بضل متوتر، أو بضل اللي شادد، أو بضل اللي عندي موضوع توتر وقلق. فلذلك اللي هذا الأمر مثل ما قلنا مهم. وهو مثل ما حكينا المريض بيجيك مريض الوسواس، مثل ما حكينا المريض الزهاني ببقى غير مستبصر بمرضه، غير مدرك لأعراضه، بينما مريض الوسواس هو بكون مستبصر كامل البصيرة، بصيرته كاملة فيما يتعلق بمرضه. يعني بيجي ممكن مريض الوسواس هو يراجعك لوحده ما معه مرافق، وهو بيعرف اللي شو مشكلته، موصف مشكلته بالتمام، وبيعرف اللي مثل ما قلنا هذا الشيء اللي عم فكر فيه او عم ساويه هو شيء مبالغ فيه او مفرط، وهو بس بقول لك انا مجبر اساوي هيك او مجبر افكر هيك، مو بكيفي، مو بإرادتي. تمام. فهذا الفرق طبعا مثل ما قلنا عن التوهمات او المريض الزهاني اللي بكون هو غير مستبصر، ويكون هو المريض لا هو بعتقد اللي طبعا المريض الزهاني اللي لا الشيء اللي عم فكر فيه هو شيء صحيح او الشيء اللي عم ساويه هو الشيء الصحيح. تمام. هذا الشيء 100%. السير السريري للمرض، طبعا الوسواس حدث ولا حرج بالنسبة لمحتويات الوسواس. يعني الوسواس بشبهه بوعاء كبير، وهذا الوعاء ممكن تلاقي فيه كل شيء أو تجد فيه كل شيء، يعني كل ما يخطر فيه على بال بني آدم أو بال البشر، كل شيء ممكن يكون محور أو موضوع للوسواس. يعني مثلا الشخص مثلا عنده موضوع وسواس مثل ما قلنا هذا اللي بنشوفوه اكثر شيء، او ممكن يعني الناس اللي بعاني من الوسواس خصوصي بنشوفه عند النساء، هو وسواس الترتيب، وسواس النجاسة، الطهارة، وسواس بقولوا ان يا اخي هي موسوس كثير موضوع بالنظافة، أو عندها هوس بالنظافة، أو هي بتقني، أو هي بتعيد على الشغلة أكثر من مرة. لا، هذا ما هو سلوك عادي، وخصوصي مثل ما أنه لما يكون شيء مفرط أو مبالغ فيه أو دخل فيه سوى خلل، فهذا وسواس وليس موضوع هوس أو وحدة نظافية مثل ما أنه. يعني مثلا بتروح بتجلي بتحط مثلا بتجلي الجلي بتحطه على المجلة مثل كل ستات البيوت، لا بركي المجلة فيه شيء، بركي هذا موضوع اللي جليته ما نشفت ميته الجلي على السوا، فبترجع بتعيد عليه مرة تانية وتالتة. مثل ما قلنا قبل مثلا في لون مرضى الوسواس اللي عندهم مشاكل بالنجاسة والطهارة، مثلا في عندي مريضة هي قبل ما تدخل مثلا اني فرضا تتحمم لازم تروح تليف كل الحمام، تليف كل حيطان الحمام، حتى لو صح لها تليف السقف لتليفه،
تمام، وتليف الخلاط وتليف أدوات الحمام كلها، وبعدين أني لحتى أني تقرر موضوع تتحمم، وبعدين لما تشيل الغراض مثلا الغراض أو التياب تحطهم بالخسالة، حتى الخسالة لازم تليفها أو لازم أني تغسلها من جوا وتغسلها من برا وتمسح من برا لحتى تحط تيابها في هاي الخسالة. طبعا ما ترضى أني تيابها يختلطوا مع تياب حدا من أهلها على الخالص كمان. فهذا هو الوسواس، مثل ما قلنا هي أفعال أو أفكار مرتبطة مع بعضها، وبتساوي مثل ما قلنا خلل أو تأذي بالوظيفة الاجتماعية أو المهنية أو الأكاديمية. يعني تصوروا أن هيك ست بيت مثلا، وطول النهار أن هي بالمي، وطول النهار أما بتلاقيها بالحمام أو بتلاقيها عم تغسل أو عم تعيد بالجلي أو عم بتشطف البيت أو عم ترتب، فهي شو دي ضل لها وقت لا تهتم بحالة ولا تهتم بجوزها ولا تهتم بولادها ولا تروح عند جارتها ولا تنزل على السوق ولا ولا، ما عاد حياتهم كلها بتصفي اللي مقتصرة على الطقوس الوسواسية أو الأفعال الوسواسية. أو اللي طالبة الجامعة اللي هي عندها وسواس مثل ما قلنا ممكن يكون بالنجاسة أو الطهارة، ما بضل عندها وقت تدرس لأن هي بين التواليت وبين المغسلة، بين المغسلة وبين الحمام، تمام. ما عدا طبعا الهدر، يعني بيجيني مريض مرضى وسواس النظافة أو النجاسة أو الطهارة، بقول لك كل يا دكتور كل يومين كل يوم 3 أيام بدها صهريج مي، أو أنا ما بلحق لها مي وما بلحق لها دواء غسيل. أحد المرضى اللي عنده موضوع وسواس من أعراض الوسواسية راح اشترى بيت، فهذا موضوع البيت اللي اشتراه لسوء حظه سمع أن صاحب البيت اللي اشترى منه البيت عنده التهاب كبد سي، فهذا لبعقله اللي اشترى البيت، وبعد ما اشترى البيت سمع اني عنده التهاب كبد، فأجا بحجة اني دي ساوي ترميم للبيت، خاف يكون اللي كل شيء بالبيت اللي ممكن يكون فيه دم من صاحب البيت او هو متلوث من صاحب البيت، راح قلع كل السيراميك الموجود في البيت، غير كل الخلاطات، دهن كل البيت، تمام. مجرد اللي سمع اللي صاحب البيت اللي اشترى منه البيت معه التهاب موضوع كبد، فخاف او اجته طبعا هي افكار وسواسية اللي ممكن اي شيء يكون متلوث بدم صاحب البيت، فهو غير كل البيت وقلع السيراميك وقلع البلاط، تمام، ودهن البيت كلياته وكلفوا هديك الحسبة بس لمجرد هاي الفكرة الوسواسية وصلت له. فمثل ما قلنا الوسواس القهري هو مرض مثل ما قلنا شائع، وممكن هو وعاء كبير ممكن نشوف فيه مجموعة كبيرة من مثل ما قلنا من الأفكار أو الأفعال الوسواسية، وهي الأفكار والأفعال الوسواسية بحس المريض اللي هو طبعاً هي شيء مبالغ فيه أو مفرط، بس هو بقول لك أنا مجبر أقوم بهذا الفعل، مجبر أقوم بهذا الشيء. في ناني بتجيني يعني ست كبيرة ومجوزة أولادها، وهي مثل ما قلنا ناني هي عندها غير وسواس النجاسة والطهارة، تمام، وبتعيد بالصلاة كثير لدرجة هي وصلت لمرحلة اللي تركت الصلاة في فترة من الفترات، لأنه هي كل صلاة عواد ما تطول مثلا 5 دقائق 10 دقائق الفرض الناس بتصلي، هي بتطول أحيانا بتدخل الوقت الثاني، يعني تكون عم تصلي الظهر ممكن ما تخلص الظهر من كتر ما بتعيد تسأل بالصلاة، عجب صلت ركعتين، عجب ثلاثة، عجب قرأت الفاتحة ولا لا، عجب قراءتها للفاتحة كانت صحيحة، عجب بتسلم بترجع بتعيد، أحيانا بتدخل العصر وهي عم تصلي للساعة
وما خلصت الظهر. واجينا موضوع كمان بيجي موضوع افكار اللي اي حفيد من احفاده او حتى من اولاده اللي مر حواليته او مر جنبه بتحس اللي هو اللي مسه او لا او قام بإيحاء جنسي تجاهها. فهذا الامر دائما مخليه متوتره، دائما مخليه معصبه، دائما مخليه مثل ما بقولوا احفاد الروح براس من اخيره، نتيجه الوسواس او الفكره الوسواسيه الموجوده عندها. فمثل ما حكينا الوسواس هو وعاء كبير ممكن تلاقي بداخله اي يعني اي 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 فكره. الوسواس ممكن يجي بشكل امبالسف او الدفاع، وخصوصي الوسواس الاندفاعي يعني اللي ممكن اني بيجي فكره انه يرمي حاله قدام السيارات، او بيجي فكره انه يطلع للطابق الثاني او الثالث ويرمي حاله من عصفوح، او يرمي حاله من شاهق او الى اخره. فبتلاقي ان هذا موضوع الشخص عنده رغبه جامحه او شعور جامح ما بقدر بسيطر عليه ليقوم بهاي الافعال. شو الانذار؟ شو السير؟ بقول لك السير هو تلت بتلت بتلت، يعني تلت الاشخاص ممكن يجيهم هجمه وما تتكرر، والتلت الثاني ممكن يقضوها بين نكس وهدئه، يعني اللي برتاح فتره ترجع بتجي الاعراض، يعني برجع بنكس فتره. والتلت هذا الاصعب وهذا اللي عاده نحن بنشوفه بعيادات الطب النفسي. فلذلك بتلاقي ان هذا التلت اللي بوصل المرض لمرض مقعد او مزمن وما في استجابة حتى على المعالجة الدوائية، والاستجابة تكون كثير بسيطة. ومثل ما قلنا هدول عادة اللي بنشوفه بداوموا بعيادات الطب النفسي اللي بيتحول الوسواس القهري الى مرض مقعد او مزمن وما بيستجيب او يستجيب للمعالجة موضوع الدوائية بشكل بسيط او بشكل ضئيل. فالوسواس تلت بتلت بتلت بالنسبة للسير. وما يعقد الامر بالنسبة للوسواس هو اختلاطه مع الاكتئاب. يعني احيانا بيجي مريض انا بشوف عنده كل علامات الاكتئاب، ومن ضمن الاكتئاب بشوف عنده أفعال أو أفكار وسواسية. طيب إيشو هذا المريض؟ هل هو اكتئاب أم وسواس؟ فهون بيختلط الأمر حتى عند الممارسين اللي عندهم خبرة، لأن الوسواس والاكتئاب هدول مع بعضهم دائما مع بعضهم. وبقول لك حوالي تلتين المرضى يكون عنده مزاج حزين أو مزاج منخفض. فهذا بعقد من الأمر، يعني بيجيني المريض عنده علامات اكتئاب وما بعرف اللي هو مريض وسواس أم مريض اكتئاب. دول شغلتين ما بقدر بفصلون، أحيانا ما بقدر بفصلون عن بعضهم. طب لما بيجيني مريض الوسواس شو العلاج؟ شو التريتمنت؟ العلاج دايما ليس علاج دوائي. والفكر أو بالمرضى اللي فكروا أن العلاج هو دوائي فقط، فهل ممكن كثير يتعرض موضوع طبعا الانتكاسة اذا فكر ان بهذا الدواء اللي عم ياخذه اللي هو راح يطيب او يتحسن، وخصوصي مثل ما قلنا هذول اللي بيبقوا بالتلت اللي بكون المرض مزمن او مقعد واستجابته على العلاج تكون جزئيه او ما في استجابه. العلاج بالنسبة للوسواس القهري هو علاج دوائي، جزء من العلاج. والعلاج الثاني هو العلاج الغير دوائي والعلاج السلوكي. وفي طبعا العلاج ما يسمى بالعلاج النفسي اللي هو عبارة عن التثقيف النفسي، شرح طبيعة المرض، هل هو المريض مسؤول ولا غير مسؤول، أو محاسب ولا غير محاسب على هاي الأفكار، التشجيع، الطمأنة. فهذا الأمر مهم بالنسبة للعلاج. يعني علاج الوسواس القهري ما هو علاج دوائي فقط، علاج دوائي هو جزء من العلاج، بالإضافة مثل ما قلنا العلاج السلوكي والعلاج النفسي. إيمت يستطب أني أنا أحول أساوي أدمت أو أساوي
قبول أو استشفاء لهدول الحالات. أقول لك في عنا 3 حالات ممكن اللي يحتاج فيه المريض الوسواس القهري للاستشفاء، أن في حال وجود في خطورة انتحارية أي معروفة، وفي حال كان مثل ما قلنا أكثر شيء الوسواس يترافق مع الاكتئاب إذا كان عنده أعراض اكتئابية شديدة، وفي حال الوهن الشديد. يعني الوهن الشديد لما يكون خصوصي الأفكار الوسواسية عند المريض هي حول الطعام أو حول الأكل أو الشرب، أو هو المريض نتيجة الأفكار الوسواسية الشديدة أو الحالة الشديدة الوسواسية ممكن اللي ما يأكل أو أكله كثير يصير ضئيل وما ينام ودائما تفكير موضوع بالوسواس، تمام، فممكن يدخل في وهن شديد، فممكن هذا يستطلب استشفاءه. يعني مثلا بالأفكار بالمرضى الوسواسيين اللي شفتهم اللي هي عندها مريضة طبعا عندها ما بتأكل مشتقات حيوانية أبدا. ليش ما بتأكل؟ لما سألناها مثلا هي بتقول أنا شلون بدي أكل بيض، البيض مثلا اللي هو الجيجي لما مثلا بتضع البيض تضعه كله على وسخ، والبيض تعرفوا فيه دائما ممكن يكون اللي على قشرة البيض ممكن يكون في شيء متعلق بروس الجيج أو الحيوانات التانية، مش تقول شلون أنا بدي أكل، شلون بدي أنا موضوع أكل بيض. فهي كل شيء، ونفس الشيء بالنسبة لللبن وبالنسبة للحليب وبالنسبة للمشتقات الحيوية، شو بدي أكل جبنة، الجبنة جاي من الحليب، والحليب اللي ممكن اللي أثناء موضوع واحد مثلا للحصول على الحليب ممكن يكون إيديه ملوثة أو ممكن يحط في وعاء ملوث أو إلى آخره. فبيحكوا لك قصص غريبة عجيبة بالنسبة ل أو الأفكار الوسواسية تجي عليهم، ممكن تخليهم ما مثل ما قلنا ما تأكل لا أي مشتق، مثل ما قلنا هي ما تأكل أي مشتق حيواني، لا لحم ولا بيض ولا جبنة ولا لبنة ولا لبن ولا لا ولا إلى آخره، نتيجة الأفكار الوسواسية اللي ممكن تكون مثل ما قلنا موجودة عندها. هذا موضوع بشكل أساسي. إذا بدنا نحكي شوي على الأدوية، هلا بقول لك كل الأدوية، كل مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة ولا الاس اس ار اي، وممكن هي لها تأثير علاجي أو تستخدم في علاج الوسواس القهري. ما في أفضلية عادة لمضادات اكتئاب عن أخرى، ما رح ندخلكم في التفاصيل، بس اللي بقول لك كل عادة كل مضادات الاكتئاب لها تأثير على الأفكار الوسواسية، بس في شغلتين مهمات لازم يعرفون مريض الوسواس ولازم نحن ننبهه له، اللي العلاج الوسواس بده أطول من الاكتئاب عادة، ضعف مدة الاكتئاب. يعني أنا بقول إذا مضادات الاكتئاب اللي بده حوالي 2 لـ4 أسابيع لحتى يستجيب المريض، هون الوسواس بده حوالي من 4 لـ6 أسابيع عادة، وبده ضعف الجرعة، يعني بده أطول وجرعة أعلى عادة. ضعف جرعة الاكتئاب، يعني مثلا إذا جرعة مثلا فلوكسيتين هي من 20 لـ40 ملغرام باليوم كعلاج كجرعة معالجة مضادة للاكتئاب، إذا بدي أستخدمه في علاج الهوس عفوا في الوسواس بده حوالي من 60 لـ80 ملغرام ممكن أوصل فيه له باليوم. فمعناته الوسواس إيش بفرق في العلاج عن الـ الاكتئاب أو استخدام مضادات الاكتئاب، اللي بده مدة أطول وجرعة أعلى. فمعناته مدة الاستجابة، بقول له المريض اللي أنت راح تطول شوي بالاستجابة لحتى الدواء يأخذ مفعوله، بده حوالي مدة أطول، يعني مثل ما قلنا من 4 لـ6 أسابيع من شهر للشهر ونص، ونحتاج إلى جرعة عالية، نحتاج إلى جرعة عالية من هاي الأدوية، حتى باعتبار أنا بعالج وسواس بدي جرعة عالية تقدر بضعف جرعة الاكتئاب. المدة هي من 6 لـ12 شهر، دائما المدة الأولى هي بعد بدأت الأعراض، بعد ما المريض يصير أو يتحسن ويقول طاب وشفي،
لازم يكمل الدواء حوالي من 6 إلى 12 شهر في حال كررت النوبات أو كان الوسواس شديد أو دخل الوسواس في الإزمان، فبقول له عدة سنوات، وممكن أقول له بشكل دائم، بس يعني نحن ما نفضل نقول إن أنت لازم تاخد الدواء طول عمرك، لأن بس قلت له إن إذا تاخد الدواء طول عمرك فهو راح يرفض العلاج. فبنقول إن أنت لازم تاخد الدواء مثل ما قلنا، لازم تاخد الدواء لعدة سنوات، تمام؟ لازم تاخد الدواء عدة سنوات. هاي أهم ما يرد عن الوسواس. إذا في حدا عنده أي سؤال قبل ما نحكي بشغلة مهمة تانية، طبعا من ضمن المحاضرات الوسواس اللي هي البانيك أو البانيك أتاك أو هجمة القلق الشديدة أو الذعر اللي ما تسمى، إذا في حدا عنده أي سؤال فيما يخص الوسواس، هذا الشيء اللي حكينا هو المهم بالوسواس: الأعراض والعلامات، الشيوع، شو بفروا عن الزهام، اللي شو طبيعة الهي، شو السير، وشو خطوط العلاج. هل عنده أي تفصيل أو أي سؤال؟ أي سؤال عن الوسواس؟ إذا ما في حدا عنده أي سؤال شان نتابع، ما ناخذ من وقتكم كثير. أيام عياد، وأكيد أنتم لسه ما خلصتوا فحص، عايشين لسه ضمن جو الفحص. طيب إذا ما في أي سؤال، راح نحكي بشكل مقتضب عن الهلع أو البنك. لازم تعرفوا شيء عن الهلع أو اضطراب موضوع الهلع. الهلع هو اضطراب موضوع الهلع أو ما يسمى بالقلق النوبي الانتيابي، يعني أي شيء ممكن يترافق مع الهلع. يعني هي الهلع هو حالة قلق شديدة، يعني الشخص اللي بيكون معه أو يشخص له هلع هو حالة موضوع توتر، حالة توتر موضوع شديدة، وممكن هي حالة التوتر موضوع الشديدة اللي فيه لها مواصفات بتبلش بشكل مفاجئ، يعني ما في سبب، ما بتحس المريض يكون بيرك سهران، بيرك بين أهلها، بيرك في بيتها، ما بتحس ولا عانت من هاي الأعراض، يعني ببلش بشكل مفاجئ ودون سبب واضح. بستمر نوبة الهلع بتستمر حوالي، يعني بقول لك، دقائق أو ثواني، ونادرا ما نشوف بيطل ساعات، ما في شيء اسمه ساعات، تمام؟ هي شغلة بستمر نوبة الهلع مدة دقائق، ثواني أو دقائق، ما في شيء اسمه ساعات. نوبة الهلع ممكن اللي تخلي المريض اللي يفيق من نومه، يعني هو يكون ممكن كان نايم نتيجة اللي ما بحس بأعراض موضوع فرضا، أو تجيه أعراض الهلع، أو في عنده اللي هذا موضوع العرض، أو هاي حالة القلق موضوع، أو التوجس الشديدة. يعني هاي هي نوبة الهلع. طبعا في أسباب كثيرة للهلع ومرافقاته، ومثل ما قلنا الهلع ممكن أشوف مجموعة واسعة من الأعراض، سواء كان ممكن أشوف أعراض فيزيائية، يعني أعراض الهلع بحس حاله باختناق، تسرع بالقلب، ألم بالصدر، تعرق، رجفان، تعدد ميلات، صعوبة بالتركيز، تمام؟ ممكن أشوفه، ممكن أشوف عنده خوف دائما، الهلع خوف من الموت، خوف من الجنون، خوف من الحدوث اللي يوقف قلبه، أو أزمة قلبية، أو شعوره بالانهيار الشديد، أو شعور بالإغماء. يعني في شغلات معروفة موضوع بالنسبة للهلع هو الخوف بشكل أساسي، خوف من الموت، أو خوف من الجلطة اللي أزمة قلبية، أو خوف اللي يجن أثناء نوبة الهلع. وبتخلي طبعا نوبة الهلع اللي هي تجي بشكل مفاجئ، بتخلي موضوع المريض أو الشخص اللي يروح لأقرب نقطة طبية أو أقرب مشفى، اللي نتيجة هو مثل ما قلنا اللي هو عم بختنق، هو عم بموت، هو ديجن، هو ما عم بقدر بسيطر بموضوع على حاله. فهذا الأمر اللي بخليه بنشوفه في وحدات أو أقسام الإسعاف، وبأشخاص كثير ممكن يراجعوا موضوع الإسعاف بهي الأعراض. طبعا حتى نقول إن هذا الشخص، هي معايير
النوبة لا يصير اضطرابها، لا لازم تجي ثلاث نوبات خلال الشهر، على الأقل لازم تجي ثلاث نوبات خلال موضوع الشهر حتى أقول اللي هذا الشخص عنده اضطراب الهلع. وطبعا اللي بصير عنده قلق من حدوث نوبة جديدة، دائما ضل عنده توجس من حدوث نوبة جديدة. شو العلاج؟ العلاج الإسعافي طبعا نعطي البنزوديازبينات سواء كان وريدي أو فموي حسب موضوع الأعراض وحسب المريض إيمت بشو الأعراض اللي راجعنا. والعلاج موضوع طويل الأمد، هو بنعطي أحد مضادات الاكتئاب سواء كان ثلاثية الحلقة أو الاسسراي. وطبعا اللي ممكن أنا ألجأ مثل علاج القلق أو اضطرابات القلق، ألجأ لإعطاء مثلا حاصرات بت في حال لعلاج الأعراض الجسدية مثل التسرع الخفقان. وممكن اللي بس بضل أنا قلق اللي من استخدام البنزوديازبينات لفترة طويلة ممكن تسبب لي، طبعا تسبب لي الإدمان. هاي بالنسبة لموضوع الهلع أو نوبات موضوع الهلع. أنا بالنسبة لي كافي إني ناخذ الوسواس والهلع من هاي المحاضرة، ما في مشكلة. هلا ممكن اللي إذا أجي سؤال أنتوا يعني ضل عندكم اضطراب القلق أو الرهابات، يعني أعتقد ما هو مشكلة كبيرة. بالنسبة للرهابات والأشكال السريرية، في الرهاب النوعي، رهاب الساح، والرهاب الاجتماعي، هذول أهم الرهابات المعروفة. ممكن طبعا تقروها، وممكن يكون في سؤال، يعني ممكن يكون في سؤال عن الرهابات بس ما رح نستعرضه. كان صوتك كمان ومسموع كأن المايك كده معايا. يمكن مشي الحال هلا. حكي مش الحالة. ايه طيب عبقول طيب باعتبار يمكن ما بعرف قيمة المايك مو شغال. قلنا هلا بشكل اساسي محاضرة الوسواس القهري ركزوا عليها، يعني اللي كلها مطلوبة، بس نركز بشكل اساسي على الوسواس القهري والبانيك، يعني اضطراب البانيك. ضل عندي موجود ضمن المحاضرة السوماتوفورم ديس اوردر او الاضطرابات الجسدنه، وفي عندي شيء اسمه الرهابات او فوبيا. ممكن يكون راح يوجد سؤال اللي من هذول العناوين، بس ما اعتقد يكون سؤال صعب، يعني مطلوبه المحاضره كلها مطلوبه، بس التركيز بشكل اساسي على الوسواس القهري والبانيك. تمام، الباقي تكفئه المحاضره هي مثل ما انه مطلوبه، بس ممكن يكون في سؤال أو ممكن يكون يعني سؤال أو أكثر، بس أعتقد يمكن سؤال واحد أو أكثر. تمام، أنا هيك خلصنا الشيء المطلوب مننا أو لازم ناخده لازم موضوع ناخده بالمحاضرة اليوم. بنفتح المجال إذا في عندكم أي استفسار بالنسبة لسواء كان محاضرة اليوم أو بشكل عام. ومثل ما قلنا على اللي الامتحان هو راح يكون مثل ما حكينا 3/7،
ما أعتقد الأسئلة راح تكون مثل ما قلنا هي أميركي بشكل أساسي، يعني هي متعددة الخيارات والإجابة واحدة، يعني الاختيار واحد فقط. طيب إذا في كم حدا عنده سؤال أي حقيقي؟ سؤال هلا. يعني مبدئيا أنا تقريبا حطيت 50 سؤال، 50 سؤال، كل سؤال راح يكون عليه علامتين مبدئيا، ما بعرف إذا بصيروا أكثر ولا أقل، بس ما أعتقد يكونوا أقل، ممكن يكونوا أكثر إيه بس أقل لا. تمام، إذا ممكن حدا السؤال عنده رقم أي 70؟ ممكن، ما بعرف إذا ممكن يصيروا أكثر، بس على الأغلب هو من 50 فوق، على الأغلب كل سؤال عليه علامتين. 50 سؤال، ممكن نحط أسئلة بعلامة، بس ما أعتقد يكون هذا الاحتمال موجود، لأني بتعرف وضع الأسئلة ما هو بهالأمر السهل، وخمس خيارات كمان ما هو بهالأمر السهل، إني بدك تحط كل سؤال وكل سؤال عليه مثل ما قلنا كل سؤال فيه 5 خيارات. فمبدئيا 50 سؤال بكل سؤال عليه علامتين، ممكن يكونوا حكيم، أكثر. الأسئلة موزعة على المحاضرات؟ طبعا الأسئلة ما في محاضرة ما فيها سؤال ما فيها أسئلة، يعني ما راح هاي الأسئلة المحاضرات اللي أعطيناكم إياها. طبعا مثل ما قلنا كل شيء عنوان المحاضرة، كل شيء جوا المحاضرة هو مقرر، يعني كل محاضرة أعطيناها فهي كل شيء جواتها مقرر. تمام، الأسئلة راح تكون طبعا متوزعة على المحاضرات، يعني ما في محاضرة وما في عنوان ما في منه أسئلة، يعني ما في اللي والله في محاضرة ما راح يجي منها شيء أو ما أجي منها شيء، لا ما في هذا الكلام، كل المحاضرات راح يجي منها أسئلة. السلام عليكم حكيم، في قصص سريرية؟ السلام ورحمة الله. إيه طبعا في موضوع قصص سريرية، وممكن يكون يعني ممكن يكون خمس قصص سريرية، ما رح تكون القصص طويلة، ما رح تكون معقدة، بس في قصص سريرية وفي موضوع إلى إجابات، ممكن يكون على القصة في أكثر من سؤال كمان، هذا وارد اللي تتعرضوا له، يعني اللي ممكن يكون قصة سريرية وفعليها 3 أسئلة، يعني 6 علامات أو 5 علامات وارد هذا الكلام على القصة السريرية. وطبعا الأسئلة كلها مرتبطة ببعضها، يعني ممكن يكون أول سؤال شو الأعراض مثلا والعلامات الموجودة في القصة، شو التشخيص الأكثر احتمالا، السؤال الثاني مثلا، السؤال الثالث شو بتتصرف، شو التداخل الطبي المناسب، ممكن تختار التداخل الطبي المناسب، سواء كان مثلا إحالة للمشفى، سواء كان علاج دوائي، شو العلاج الدوائي. هون بقى القصة بتكون كلها مرتبطة مع بعضها، فإذا أنت ما عرفت التشخيص ما راح تعرف العلاج، وإذا ما عرفت العلاج أو اللي تختار العلاج بشكل خاطئ، فممكن يكون في قصة بس عليها أكثر من سؤال، وممكن يكون في قصص عليها سؤال واحد فقط، يعني قصة سؤال واحد. هذا وارد، يعني هذا القصص السريرية راح تكون موجودة مثل ما قلت لك بنمطيها، إما بكون قصة شوي طويلة وفي عليها 3 أسئلة، يعني كل سؤال عليه فرضا على 200، وممكن يكون في قصص سريرية هي القصة قصيرة وعليها سؤال واحد فقط، بحيث إني إذا أنت حكيم، ضيعتها ما تضيع كل الأسئلة. تفضلي، مين عم بحكي؟ سناء. سناء أو آسيا؟ حكيم بكفي دقيقة لقصة؟ دقيقة، شو قد هو عندكم؟ مو ساعتين؟ ما عندكم توقيت ساعتين لا والله يا مدة حكيم، الامتحان؟ بيعطونا على السؤال دقيقة واحدة بس. على السؤال دقيقة، يعني شو قد؟ يعني هني يحطوا مدة الامتحان حسب عدد الأسئلة؟ ايه يعني إذا بالضبط، قلنا مثلا مثلا 50 سؤال 50 دقيقة. مثلا 50 سؤال 50 دقيقة، يعني ما في عندكم مثلا اللي ايه مثلا بالضبط، مادة يعني الطب اذا النفسي مثلا ساعة ايه أو بالضبط، ساعة ونص، وحسب الأسئلة، حسب عدد الأسئلة. لا هن بيحددوا على عدد الأسئلة.
ايوه يعني الدكتور فيك مثلا تحكي مع الإدارة مثلا إذا الوقت ما بكفي، يعني إذا طلب الدكتور ممكن يزوده. ما في مشكلة، بس يعني عموما، يعني عموما انا بعرف موضوع، ما مشكلة ما بعرف اذا اللي بيقولوا حسب مثلا عندنا 50 سؤال معناتها 50 دقيقة، ممكن يكون يعني 50 دقيقة يكون 60 دقيقة مثلا، 10 دقايق ممكن يكونوا اللي فرضا زيادة بين البداية والنهاية، ما في إشكالية، أعتقد دقيقة بقدي يعني كل الوقت. إذا كانوا 50 سؤال، إذا كان 60 دقيقة ممكن يعني إني ساعة، يعني إني مدة الامتحان موضوع ساعة، أو إذا كان عندنا أكثر من يعني من 50 سؤال اللي ممكن يكون مثلا ساعة وربع مثلا أو ساعة وعشر دقايق، يعني ما في إشكالية. بس بعتقد اللي بأدي اللي بالنسبة للأسئلة هي ما راح يكون اللي طبعا اللي دارس ما راح ايه يلاقي هذا صعوبة، تحكينا مع الإدارة. بس يعني أنا لما بعطيهم الأسئلة ممكن أقول لهم، ممكن نحط مدة نشوف شو قد أحط كم سؤال، هل هو 50 أم 60، ممكن نقول لهم نشاط مدة الامتحان. تمام، أي سؤال بالنسبة لل أو استفسار بالنسبة للأمور الامتحان، أو إذا في شيء تاني عندكم أو المقرر؟ ما بعرف مريم رفع إيدها، مريم بكور إذا حابة تحكي. لا بس بالنسبة لعلاج الوسواس القهري، هلا دائما أنا ببلش بالأدوية ولا لا؟ ممكن إنه يكون خط العلاج الأول نفسي وسلوكي. لا اعتقد اني اللي مثل ما قلت لكم اللي بوصل العيادات النفسيه او اللي بقصد المعالجه يكون هو بالمراحل المتقدمه او المراحل الشديده من الوسواس، وهو ما راح مثل ما قلنا ما راح يؤدي العلاج الدوائي، وهو بالاصل ما هو اللي خط واحد بالنسبه للعلاج، هو فقط العلاج الدوائي بالنسبة للوسواس القهري. ومثل ما أن المريض ما بوصل للطبيب النفسي أو خلينا نقول بنشد الطبيب النفسي إلا بكون في مراحل شديدة أو متقدمة من الوسواس، وأكيد ما راح يمشي الحال بس على العلاج الدوائي. يعني أنا بشبه له إياها للمرضى مثل الشخص اللي ماشي على اللي بده يمشي على إجر وحده، لما اللي المريض اللي بقول انا اخذت الدواء وباخذ الدواء بس ما تحسنت، او اني التحسن كثير بسيط، او اني صار لي فتره غادي بدي اوصل لشهر ولا شهر ونص عم باخذ الدواء بس عم بحس حالي مثل ما انا، او زدت ما نقصت. فالعلاج الدوائي لوحده غير كافي، ومثل ما قلت لك بشبه له مثل الشخص اللي ماشي على اجر وحده اللي شلون بكون مشيته، او اذا اجى اي شيء اللي مثلا اذا حدا دفشه تشكل بشيء وقع راح على طوله. فدائما الاشخاص اللي بوصلوا لاستشاره طبيب نفسي هني وصلوا لمرحله شديده، وما راح يكفي العلاج الدوائي لوحده، ولازم يكون في تداخلات سلوكيه والتداخلات النفسيه بالنسبه لهذا المريض، ما راح يؤدي العلاج الدوائي لحاله ابدا. أي شيء ثاني؟ عفوا حكيم، انا فصلت عندي خير المسائل أصدقاء، السريرية، تفضل. ممكن تكون من خارج الكتاب مثلا واسئلة لا عليها، ولا كلها من لا داخل الكتاب هلا ما بيشتغل في، يعني. يعني هلا مو مشكلة من داخل ولا من خارج الكتاب، يعني هلا أكيد القصة السريرية هي ما يعني ما هي موجودة، يعني إحنا أعطيناها قصة سريرية موجودة عندك بالمحاضرات. لا أكيد مو هيك، يعني القصة أكيد راح نقول مثلا مريض عمره كذا بعاني من أعراض كذا مثلا، وما في له موضوع سوابق أو إلى آخره. هاي القصة أكيد ما راح تشوفها ضمن المحاضرات، أو تشوفها حتى موضوع ضمن الأسئلة، بس أكيد مرض والتشخيص والأعراض والعلامات اللي راح يكون من ضمن، راح يكون من ضمن الاضطرابات او الشيء اللي نحن عم اللي اعطيناه او الشيء اللي حكيناه، يعني هذا الامر اكيد 100%. يعني ما راح تلاقي يعني المغزى، انت ما راح تلاقي ان
هاي القصة السريرية رح تلاقيها بالمحاضرات، أو اللي والله مثل ما شوف إني في بعض المحاضرات بقول لك حالة سريرية، نحن أنا بدي أساوي نسخ لصق هاي الحالة السريرية أجيب لك إياها من الامتحان، لا. فرح تكون حالة سريرية مشابهة أو أي حالة سريرية، ونقول لك في عليها موضوع أسئلة، والأسئلة اللي بتكون مرتبطة مع بعضها أو متعلقة بالحالة السريرية ممكن يكون في أكثر من سؤال، هاي ممكن يكون شوي طويلة، يعني موضوع طويلة، يعني إن فيها شرح كافي، علامات أعراض، علامات وإلى آخره، وهي باعتبار عليها ممكن يكون 3 أسئلة، فممكن إن يعني أنت بتقدر تاخذ وقتك اللي بدك 3 دقائق، لحتى مثلا تاخذ وقت 3 دقائق او 4 دقائق، ما في مشكله تفكر في الحاله شو الاعراض، مع اي مرض بتمشي، تمام، لان رح يجيك شو التشخيص الاكثر احتمالا لهي الحاله، وانت بناء على التشخيص رح تختار الدواء، فاذا كان تشخيصك غلط فاكيد الدواء اللي رح تختاره غلط، او العلاج التداخلات رح تختاره غلط. فهون إذا أنت ما عرفت التشخيص فأكيد يعني سؤالين راحوا عليك، راح عليك التشخيص وراح عليك العلاج، لأني مثل ما قلت لك اللي التشخيص إذا ما عرفت تشخص بشكل صح راح أكيد اختيارك للعلاج أو التداخلات راح يكون ما هو صح، تمام. فهي الـ الأسئلة ما تكون مرتبطة مع بعضها، والمسائل السريرية اللي راح يكون بس عليها سؤال واحد، يعني فقط علامتين مثلا، هي راح تكون قصيرة مقتضبة، يعني بحيث يكون تقريبا تشخيصها شبه واضح، أو أني ممكن حتى أذكر لك أن هي مشخصة كذا، ممكن يكون سؤال حول العلاج مثلا، يعني مريض كذا عمره كذا مشخص له مثلا، على فرضا اليوم حكينا على الوسواس القهري، مشخص له اضطراب وسواس قهري أو اضطراب OCD، الخيارات العلاجية، ما هي الخيارات العلاجية المناسبة لهي الحالة، ممكن نحط لك عدة خيارات علاجية وانت تختار مثل ما قلنا تختار الخيار المناسب لعلاج فرضا الوسواس القهري. هاي اذا كان مثل ما قلنا المسألة السريرية هي عليها سؤال واحد فقط، فما راح يكون الحالة ممكن تكون مشخصة بس بدنا العلاج، او الحالة يكون مثلا عندها أعراض وعلامات هلع وشو التشخيص، يعني بكون حالة نوعا ما اللي ما بده وقت اللي كتير لتفكر فيه، أو بده يعني وقت كبير يعني حتى تختار الإجابة المناسبة. أي شيء تاني؟ حكينا ضمن المحاضرات إنه في أسئلة بالإنجليزي، في هيك شيء إيه بالامتحان؟ ايه طبعا، لكن 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 هذا الانجليزي ممكن هلا انه السؤال بالعربي ونختار مثلا مصطلح اللي اللاتيني هيك لا شيء. لا اللي هذا الشيء راح يعذبكم شوي، وخصوصي الناس اللي ما حضرت او ممكن هي ما تركز على الامر او عندها مشكله او صعوبه باللغه الانجليزيه، فممكن شوي في اسئله راح تكون اشكاليه عليها بالنسبه ل بالنسبة للغة الإنجليزية. هلأ نحن كل السؤال والجواب إنجليزي في هذا الكلام، يعني في هذا موضوع الكلام، بس هدول مثل ما قلنا هدول شوي الأسئلة قلال، يعني بس طبعا الإنجليزي يعني المصطلح مثلا إنجليزي، واللي تحته كله إنجليزي، يعني تحته الجواب هو راح يكون بالمصطلحات الإنجليزي، تمام. فهذا الشخص اللي ما يعني حفظان المصطلحات أو هي يعني الإنجليزي مو الكلام، هي الإنجليزي يعني المصطلحات الموجودة في المحاضرات الإنجليزي، مو الإنجليزي يعني اللي والله أنا امتحان لغة هو، تمام، بس المصطلح الإنجليزي لازم يكون هو يعرفه، تمام. فممكن مثل ما قلنا في سؤال راح يكون مثلا نص السؤال بالانجليزي والخيارات بالانجليزي مكتوبة كلها بالانجليزي، يعني بالانجليزي يعني هو المصطلحات يعني للمصطلحات الموجودة، وفي ممكن يكون الخيار السؤال الانجليزي والخيارات عربي، ما هو مشكلة، بس اذا انا مثل ما حكينا اذا انا ما بعرف شو هذا المصطلح بالانجليزي حتى لو كان الخيارات بالعربي اكيد ما راح تعرف، يعني ما رح، يعني مثلا اذا قلنا مثلا دليوجن، اذا مثلا دليوجن واحد ما بيعرف شو دليوجن حتى لو جبت له الخيارات بالعربي
ما رأيي أعرف، لأني أنا شو أنا إيش عم بحكي؟ يعني مثلا قلت كل ما يلي صحيح في الهلوسينيشن، طب اللي ما بيعرف شو الهلوسينيشن شو بده يعرف شو الصحيح بالغلط، فهذا راح يكون عنده إشكالية. فأنا بنصحكم خصوصي بالنسبة للمصطلحات، اللي كل شغلة فيها مصطلح أو اختصار اللي خليكم صاحين، لأن ممكن أن يجي هاي المصطلحات تجي بالإنجليزي، تمام؟ ما هو فحص لغة قد ما اللي نحن السؤال مثل ما قلنا ممكن يكون بالإنجليزي والجواب سواء كان بالعربي، بس إذا أنا ما بعرف المصطلح معناته ما بعرف أن الدكتور على إيش عم يحكي أو شو الخيار لازم أختاره، أو السؤال بالإنجليزي مصطلح بالإنجليزي واللي تحته هو كمان بالإنجليزي. كمان هون لسه بصير الأمور شوي معقدة أكثر. لا، ركزوا على المصطلحات، لأن في أسئلة من هاي الطبيعة اللي قلنا لكم عليها، تمام؟ أي شيء تاني فيما يخص موضوع الأسئلة؟ طبعا الأسئلة هي خيار واحد، شو ما كان السؤال هو خيار واحد، إما كل ما يلي مثلا صحيح ما عدا، أو كل ما يلي خطأ ما عدا، أو أختر الإجابة المناسبة. المهم في خيار بس، ما في مفتاح، ما في مثل ما قلنا مثلا والله ممكن يكون 2 و3 صح، 3 و4 صح، ما في هذا الكلام. أو ممكن يكون في خيارين، يعني الخيارين قريبات لبعضهم، بس أكيد لو الخيارين قريبات لبعضهم في واحد منهم اللي لازم تختاريه، لأني في واحد هو الأصح. فما في عندنا اللي لا مفتاح بالنسبة للأسئلة، وما في عندنا يعني اللي سؤال ممكن يستحمل إجابتين، تمام؟ الإجابة واحدة فقط. المهم عندك 5 خيارات، سؤال فيه 5 خيارات، من ال5 خيارات في واحد لازم تختاري، ما في 2، يعني ما في 2 وما في مفتاح، عشان طبعا ما توجعوا راسكم، تمام؟ تمام إذا إن ما شاء في الله. شيء الله يعطيك تاني العافية. الله يعافيكم. إذا ما في شيء بننهي، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع، وكل سنة وأنتم سالمين. أعتقد مثل ما قلنا الأسئلة إن شاء الله ما راح تكون صعبة، ممكن تكون مادة معدل، بس يعني للأشخاص المهتمين، الأشخاص اللي بيدرسوا المادة قبل بيوم، أعتقد ما راح يطلع معهم شيء، وخصوصي راح وخصوصي بالنسبة للمسائل السريرية. الدراسة هي ما راح تكون معمقة، وبالنفس الوقت ما راح تكون سطحية، تمام؟ يعني الأمر مو كتير صعب، ومو كتير بالأصل موضوع سهل، وخصوصي للناس اللي ما بتدرس غير قبل الامتحان بيوم، فلا أكيد المادة ما راح تكون هيك. يعني هذا اللي بدرس راح يدرس لي بس يوم واحد، أكيد إذا حتى نجح ما راح يجيب معدل، تمام؟ مشكورين، وكل سنة وأنتم سالمين مرة ثانية، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير والبركة وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. على أمل اللي ممكن أكون أونلاين يوم الاثنين، بحيث إذا حد عنده سؤال أو استفسار أثناء الامتحان ممكن نقدر نجاوب عليه. حياكم الله جميعا، الله يعطيكم العافية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.